السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم هاد الكيك بالكريمة وصوص الشوكولا. كنت وجدته لولاد اختي، جاو عندنا في الويكاند. المهم جا غزال بزاف. المهم كما سمعتوا معايا الكيك عجبها بزاف، درت ليها خاطرها، قالت لي بغيت الكيك ديال الشوكولات وبغيت الشمع. المهم هكا كنديروا الوليدات خاطرهم، وجدت هذا الكيك اللي جا غزال بزاف ومكونات اللي بساط. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الوصفه. نبداو بسم الله في مكونات الكيك. غادي نحتاجو 4 البيضات، كاس ديال سكر سنيده، معلقه كبيره من الكاكاو، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب كنضيفو ليه معلقه من الخل الابيض وكنخليوه لمده ديال 10 دقائق عاد غنخدمو به. غادي نحتاجو 2 كيسان ونص من الدقيق، وواحد كيس من فاني، وثلاثه من خميره الحلويات. صافي، هنا غادي ناخذ البيض، غنضيف ليه قبيصه ديال الملح، نسيت ما ذكرتهاش مع المكونات. غنضيف كيس فاني، سكر سنيده. صافي، غادي نطرب هاد المكونات مزيان حتى كتذوب لينا سنيده وكينسجموا لينا هاد المكونات. من بعد غادي نضيف الزيت، نضيفوها ونحركو مزيان حتى كينسجمو المكونات. من بعد غادي نضيف الحليب لاش ضفنا الخل الابيض. هنا كنضيف ليه الخل الابيض، كما كتشوفوا معايا كيجي ثقيل، كيجي بحال اللبن، كيخلي الكيكه كتجي مفشفشه وهشيشه. صافي، غادي نخلط مزيان هاد المكونات. من بعد غادي نضيف الدقيق وخميره الحلويات والكاكاو، غنضيفهم وغنعاود نخلط مزيان حتى كينسجموا ليا المكونات كاملين. صافي، هنا في الاخير غادي نضيف معلقه كبيره من الخل الابيض، وغادي نحرك واحد الشويه حتى ديال الخل مع الخليط. هنا خديت هاد المول مدور، خويت فيه الخليط وغادي ندخلو للفران يكون سخون. صافي، غادي نطيبو من التحت، من بعد غادي نشعل عليه الفوق. وهذا هو الكيك من بعد ما طاب، غادي نخليه حتى كيبرد ليا مزيان. صافي، هنا غادي نوجد واحد صوص شوكولا. هنا خديت 2 معالق كبار من الكاكاو، غنضيف لهم سكر سنيده كيبقى حسب الذوق. انا هنا ضفت 2 معالق، وغادي نضيف معلقه كبيره من مايزينا. غادي نضيف كاس ديال الماء، الماء عادي، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات. من بعد غادي نحطهم على عافيه اللي كتكون مهيله وكنحرك حتى كيعقد ليا الخليط. صافي، من بعد ما عقد ليا الخليط، هنا غادي نضيف ليه الشوكولات، غادي نضيف الشوكولات الكحل وغادي نحرك حتى كيذوب. هنا كنضيفو هاد الشوكولاط وهو مازال سخون. صافي، وغادي نخليه على جنب باش يبرد ليا. ودابا غادي نوجد الكريمه باش غادي نزين الكيك. هنا خديت هاد الكريمه السائله ولالا، غادي نطلعها وباش طلع لكم دغيا خدموها وهي باردة، كتحطوها من قبل في الثلاجه.
وهنا الكيك ديالي من بعد ما خليته بغد ليا مزيان باش كيجيني ساهل فاش كنبغي نزينو. هنا غادي نقسمو على 3 ديال الطبقات. الطبقة الاولى غادي نسقيها بواحد السقوه وجدتها، انا خديت الكاكاو مع الماء مع سكر سنيده خلطتهم ودقتهم حتى غلا وصافي، وغادي نسقي بهم الكيك من بعد ما بغدو، كيجي المذاق ديالهم زوين بزاف. صافي غادي نسقي الطبقه ديالي مزيان بعد السقوه، من بعد غادي نغطيها بالكريمه على الشكل اللي كتشوفوا، ونفس الطريقه غادي ندير الطبقه الثانيه حتى هي غنسقيها ونضيف ليها الكريمه. صافي هنا غادي نغطي الطبقه الثانيه مزيان بالكريمه على الشكل اللي كتشوفوا، من بعد غادي نضيف من فوق منها الطبقه الثالثه وغادي نسقيها حتى هي مزيان، ومن الفوق غادي نضيف ليها صوص الشوكولا اللي كنت وجدت معكم راه بغدات كما كتشوفوا كتجي غزاله بزاف. من بعد غادي نزين الفوق ديال الكيك بالكريمه والفواكه المعسله، وغادي نكتب السميات، غادي نكتب جنات وريان. وكانت هذه هي الوصفه ديالنا اليوم. الصراحه هذا الكيك جا غزال بزاف والمذاق ديالو غزال بزاف والشكل، وكما شفتوا معايا المكونات بساط وحتى الكيك ساهل ما كياخدش وقت بزاف التحضير ديالو. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، غادي تعجب الوليدات بزاف، وما تنساونيش من لايكات والتعليقات، وغادي نقول لكم بالسلام عليكم، نتلاقاكم فيديو اخر ان شاء الله مع وصفات جديده. Thank you.